أما فيما يخص الـ preparation of الكحول from reduction method، عندنا أما reduction يتم للأسيد الكربوكسيليك أسيد أو الإستر، ويتم عادة باستخدام كاتاليست الليثيوم ألمنيوم هايدرايد. فهنا عندنا الكربوكسيليك أسيد لما يختزل بوجود الليثيوم ألمنيوم هايدرايد وعيون الأكسونيوم كمصدر للبروتون، راح يعطينا الكحول المقابل. نفس الشيء إذا عدنا الإستر، هنا عدنا كربونيل الاثنين الأولى، كربونيل الكيتونية وكربونيل الإستر بهذا الجزء بوجود الليثيوم ألمنيوم هايدرايد، راح يعطينا الدايول أو الجلايكول داي الكحول. مما تجدر الإشارة إليه أنه الليثيوم ألمنيوم هيدرات هو very strong reducing agent، عامل مختزل قوي جدا، يختزل كربونيل الحامض الكربوكسيلي ويحولها إلى الكحول، أو يختزل مجموعة الإستر أيضا يحولها إلى الكحول، ويختزل كربونيل الكيتون ويحولها إلى الكحول. في حين الصوديوم هيدروبوريت هذا العامل المختزل يكون أضعف مما هو في حالة الليثيوم ألمنيوم هايدرايد، وبذلك إذا كان موجود راح يختزل فقط كربونيل الكيتون وكربونيلات الألديهايد. أما بالنسبة إلى الإستر مثل ما نشوف أنه بوجود الصوديوم بوريت راح يكون نو رياكشن. هنا لما موجودة كربونيلات اثنين فراح يختزل كربونيل الكيتون الى الاو اتش، اما كربونيل الاستر فتبقى موجودة مثل ما هي، واذا كانت متوفرة بس كربونيل الاستر فما راح يتفاعل وياها. بالنسبة الى تحضير كاشف جرينيارد اللي قلنا نحضره في ونستخدمه في تحضير الكثير من المركبات ومنها الكحولات، فيتحضر منها الديل الكيلوي المغنيسيوم بالإيثر الجاف، فينطيني الـ RMGX سواء كان هاليد الألكيل يكون على شكل open chain أليفاتي، أو يكون ممكن أن يكون هاليد الألكيل أروماتي مثل ما تشوف، وهي المغنيسيوم بالإيثر الجاف ينطيني كاشف جرينيارد المقابل، أو قد يكون بشكل جذر أليلي أيضا ويا المغنيسيوم بالإيثر الجاف ينطيني بالنسبة لكاشف العفو لكاشف جرينيارد المقابل. لكن هذا كاشف جرينيارد في كل أنواعه إذا تحضر بوجود الرطوبة أو المي، نقصد الرطوبة هو شو قد ما يتوفر المي، راح ينطيني الإلكان المقابل مع هيدروكسيد برومو المغنيسيوم، معناها راح ينزح هذا الجزء الـ MgX ويحل محله الهيدروجين، وهذا اللي ما نريده يحصل في تحضير كاشف جرينيارد. فقط عندما نريد نحضر الإلكانات ممكن أنه نستخدم هذه الطريقة. نجي للرياكشن أو الكحول، كل المركبات اللي أخذناها حسب الفكشنال جروب اللي موجودة بيها راح يصير طبيعة الرياكشن. يعني مثلا الألكينات الدبل بونت هي اللي تخلي الرياكشنات دائما الأديشن رياكشن اللي تدخلها نتيجة لوجود الباي بوند أو الدبل بوند. أيضا الرياكشن للألكينات تابعة إلى من فعالية التربل بوند اللي موجودة بيها. بالكحول نوعين من الرياكشن اللي يدخل بيها اعتمادا على الكليفج البوند اللي يصير بها. طبعا الفاكشنال جروب عرفنا بها اللي هو الهيدروكسيل اللي هو الاو اتش، فاذا كان نوع الانشطار بالتفاعلات الكليفج يصير ما بين الكربون والاكسجين فراح يكون هاي نوع من الرياكشن. النوع الثاني شو قد ما يصير الكليفج ما بين الاكسجين والهيدروجين، يعني لما يتصرف الكحول وكأنه أسد، يعني بصيغة الحامضية له. نجي نشوف النوع الأول من الرياكشنات اللي تعتمد على الكليفج بين الكربون and أكسجين أتوم of هيدروكسيل جروب. أول رياكشن هو تفاعله ويا ال HX، وبذلك يولد لي شنو ال RX ينتج لي والمي. وهنا في هذه الحالة راح يصير عندنا ترتب في إذا كان موجود
التردد ممكن يصير، فراح يصير نوع من التردد لأيونات الكربونيوم إذا التفاعل يجري تحت ميكانيكية أيونات الكربونيوم، فيعطيني هاليد الألكين. الرياكتيفيتي أكيد إحنا بنتيجة من اليود وبعدين البرومو أكثر من الكلور. أما الكحولات فتكون الجذر الأليلي والبنزيل ومن ثم الكحول اللي يكون تيرشري أو بعدها يكون أكثر من السكندري واللي بدوره يكون أكثر من البرايمري. كأمثلة عليه نشوف هنا الكحول الأولي وشون يتفاعل ويا ال HBr أو ال NiBr ويا ال H2SO4 لكي يولد لي، حتى يولد لي ال HBr ويعطينا الهاليد الألكيل الثانوي، أو إذا كان أولي قد يكون ال HCl والزنك Cl2 كلورايد زنك كلورايد، وهذا اللي نسميه كاشف لوكاس اللي أخذته بالعملي واللي اعتمد سرعة التفاعل به ما بين تختلف ما بين البرايمري والسكندري والتيرشلي، وطبعا أسرعها هو التيرشلي، التفاعل يكون سريع جدا، راح يتحول من الكحول الثالثي إلى هاليد الألكيل الثالثي. التفاعل الثاني اللي ضمن الكحولات هو التفاعل مع الفوسفورس تراي هاليدز اللي هو ثلاثي هاليد الفسفور واللي يعطينا ال RX وحامض الفسفوريك. هنا الكحول لما يتفاعل ويا البي بي ار 3 راح يغذي، طبعا البي بي ار 3 وفر لنا بالتفاعل الهالوجين واللي يحل محل منه محل الهيدروكسيل. واذا نجي نتبع هاي التفاعلات نشوف في كل تفاعل انه يطلع الهيدروكسيل ويحل محل جزيئة الهالوجين اللي متوفرة. ممكن انه اعطيك اياها على السهم بشكل بي بي ار 3 او ممكن يكون بي اللي هو الفسفور بلس الهالوجين اللي موجود هنا، فبالنتيجة واحدة انه هو يوفر لي الهالوجين. الرياكشن الداخلي هو الديهايدريشن، وقلنا ديهايدريشن يعني دي ازاحة، هايدريشن جزيئة مي، فمعناها ازاحة جزيئة مي او سحب جزيئة مي وين من الكحول بوجود الاسد، واخذنا هذه الطريقة انه نحضر الالكيد من الكحولات بهذه الطريقة. وأكثر من مثال منطقتك ممكن أنه نحضر الألكينات اللي بشكل open chain أو اللي تكون بشكل cyclic، ولا بد من معرفة العامل المساعد اللي نستخدمه أثناء التفاعل. أخذنا النوع الأول من الأكشنات اللي يعتمد على الكليفج الآصرة ما بين الكربون أكسجين. النوع الثاني اللي لما يكون الكليفج بين الأكسجين and هيدروجين بوند، هاي الأسرة ما بين الأكسجين والهيدروجين، وطبعا هاي تمثل الصفة الحامضية للكحولات. الحامض مو ينطي بروتون، فهنا الكحول يسلك هو كأنه حامض إلى قابلية أنه ينطي البروتون ويحل محل جزء ثاني، كأن تفاعله ويا الأم اللي نقصد بيها الميثيلات، وممكن أن تكون صوديوم أو بوتاسيوم أو مغنيسيوم أو ألمنيوم أو غيره من المثل اللي موجودة بالبريودك تيبل بالجدول الدوري. وطبعا الفعالية هنا تكون للميثانول أكبر من البرايمري واللي يكون أكثر من السكندري بدورة ويكون أكثر من التيرشري. فلما يتفاعل الكحول ويا الصوديوم مثلا راح يعطينا الصوديوم كوكسايد، ويا الإيثانول راح يعطينا الإيثوكسايد، ويا البروبانول راح يعطينا بروبانكسايد، ويا الألمنيوم هنا العدد الذري للعفو الشحنة للصوديوم راح تكون موجب واحد الأكسديشن نمبر، فراح يكون متعادل. في حين إذا كان المثل المستخدمة مثل الألمنيوم اللي هو إشكد التكافؤ مالته الأكسديشن نمبر إلى موجب 3، فشوف إنه لما يجي يحل محل البروتون راح يكون هذا جزء الكوكسايد كله حتى وإن كان برايمري سكندري تيرشري راح يكون باي 3 ويا الألمنيوم، فياخذ الصب بالنسبة لجزء الكوكسايد العدد الدكسوتي للمثل الموجود وياه حتى يتكافى، فراح يكون هنا سالب 3 وموجب 3، وبالتالي المجموع الجبري يكون لهم 0. التفاعل الداخلي للكحولات هو عبارة عن تكوين الاسترات، فبالنسبة للاسترات معروفة انه
التحضير هيتم من الكحول ويا الحامض الكربوكسيلية أو ويا الكحول ويا التوسيل كلورايد اللي هي الحامض المشتقة من التلوين سلفونيل سلفونيك أسيد. هنا لما يتفاعل الكحول ويا التوسيل كلورايد بوجود القاعدة راح ينطيني الأثيل توسيليت وهو الإستر المشتق من السلفونيك أسيد للتوسيل التلوين السلفونيل اللي راح بدل السي دبل او اتش بالكربون يحتوي على شنو؟ على السلفر اللي هو السلفايت الكبريت. ايضا هنا الحامض الكربوكسيلي ويا الكحول بيكون بوسط حامضي راح يعطينا الاثيل اسيتيت اللي هو الاستر المقابل. فتشوف الجزء الاول السي اتش 3 سي او جاي منين؟ من الحامض. و OC2H5 هو الجزء الكحولي، يعني معناها انه تتحد الجزيئتين تتكاثف بطرح جزيئة مي. تفاعل الاسترا ممكن يحدث مثل ما تشوف الكاتالست، ممكن انه يكون بوجود البيس او بوجود البروتون الاسد، ممكن انه يتم بوسط حامضي، ممكن انه يتم بوسط قاعدي. من التفاعلات الاخرى المهمة للكحولات هي الاكسيديشن. طبعا ناتج الاكسدة يعتمد على التايب اوف الكحول ان كان برايمري او سكندري او تيرشري. بالنسبة للبرايمري يتأكسد كمرحلة اولية الى الالديهايد، ومن ثم يتأكسد الى الكربوكسيليك اسيد. لكن شو وقت يتأكسد بمرحلتين؟ شو وقت ما استخدمنا الدايكرومات راح يتحول الى الالديهايد. نستخدم دايكرومات مرة تلاخ او برمنجنات راح ينطينا الكربوكسيليك اسيد. لكن اذا اكسدنا الكحول الاولي بأول خطوة مباشرة ببرمنجنات البوتاسيوم فراح يتحول مباشرة إلى الحامض الكربوكسيلي دون المرور بمرحلة الألديهايد. ليش؟ لأنه البرمنجنات هي عبارة عن عامل مؤكسد قوي أقوى من الدايكرومات، ولذلك راح يحولها من البداية إلى الحامض الكربوكسيلي. أما بالنسبة إلى السكندري يتحول بالدايكرومات الى الكيتون، يعني يتحول الثانوي الى الكيتون المقابل للكحول. ذرة الكربون الحاملة لهيدروكسيل الكحول هي اللي راح تتحول الى مجموعة كربونيل، وبذلك يتكون الكيتون. واذا نشوف انه الاكسيديشن للبرايمري يكون اسهل من السكندري، واذا ننتقل للتيرشري فيكون حتى بالبرمنجنات عملية الأكسدة إلى تكون صعبة. وهاي بعض الأمثلة اللي موجودة على الأكسدة، لأن الكحول ممكن أنه يكون كحول سكندري للسايكليك، الكحول ممكن أنه يتحول إلى الكيتون المقابل. التفاعل ويا الهيدروجين هاليد اللي ويا HX مثل ما ذكرناه قبل شوية ممكن انه يتم عن طريق بوجود الـ NAX، بوجود الحامض الكبريتيك، او بوجود الـ HX ويا الزنك كلورايد اللي هو لوكاستيز، او ممكن انه يكون الكحول المستخدم بشكل سايكليك، وبالتالي في كل الاحوال تحل ذرة هالوجين محل مجموعة الهيدروكسيل الموجودة في الكحول. أما ميكانيزم هذا التفاعل فتم بحسب نوعين من الميكانيزم، يا أما الـ SN1 أو الـ SN2. بالنسبة للـ SN1 اللي يتم بهالطريقة، أن الكحول لما نضيف له الـ HX فراح يأخذ البروتون من الـ HX، وبالتالي يكون أيون الأكسونيوم الموجب اللي يكون إلى قابلية سهلة وسريعة أنه يفقد جزيئة المي بالخطوة الثانية ويعطينا أيون الكربونيوم. وطبعا هذا أيون الكربونيوم إذا في ترتب راح يترتب يصير لترتب، ومن ثم يتحد بالجزء السالب من الكاشف اللي هو منو الأكس منطينا الار أكس. هذه الميكانيكية تتم بصورة رئيسية مع
الكحولات الثالثية لها قابلية تتفاعل بها أعلى من الثانوية وأعلى من الأولية، وخصوصا الميثانول، لأنها راح تتم عن طريق ميكانيزم ثانية. إذا كان برايمري الكحول أو ميثانول، راح يتم عن طريق الميكانيزم الثانية اللي هي الـ SN2، اللي تتضمن تكوين المعقد اللي هو بشكل الأوكسونيوم، أو يكون على شكل OH موجود بالكحول، أو يكون هاي الخطوة اللي هي أيون الأوكسونيوم الموجب باللحظة اللي يبتدي يبعد بها أيون الأوكسونيوم عن الـ R، في نفس يبدي الـ يهاجم الـ R من الجانب الخلفي لجانب مهادرة الـ OH، وبالتالي يعطينا حميد الألكيل المقابل. الصفة الحامضية سبق وأن أخذنا قبل شوية بالسلايدات إنه هي شو قد ما يتفاعل الكحول ويا المثل يكون إلى قابلية إنه ينطينا الصوديوم كوكسايد للكحولات، أو ممكن إنه يتفاعل ويا كاشف جرينيارد فيكون إلى قابلية إنه ينطي البروتون، وكاشف جرينيارد هنا راح يتحول إلى شنو؟ إلى الكان. وهذا يبين ويوضح في النقطة إنه لما يكون ذكرنا إنه كاشف جرينيارد يجب أن يتحضر في وسط جاف من الرطوبة، بحيث إنه ما يكون مي ولا يكون كحول بي، لأنه الكحول أيضا يحلله بحيث ينطي الكان المقابل.